منظمة وقف الديانة التركية بالتنسيق مع منظمة أيادي الأخوة الخيرية تفتح فرصة للدراسة بالجامعات التركية المختلفة لحامل الشهادة الثانوية بشتى مساقاتها، وهذا من خلال إجراء اختبار القدرات والمعلومات العامة للراغبين، وجلس لهذا الاختبار 77 طالبا وطالبة. هذا أيام نحن تقديم الامتحان للطلاب لاختار مبادئ إن شاء الله هم يبدأوا لدراسة في تركيا. هذا يعني وسيلة لإرقاء العلاقة بين دولتين إن شاء الله. نحن فرصة سعيدة جدا نحن نقدم الطلاب الشهادية. الأمين العام لمنظمة أيادي الأخوة الخيرية أثنى على هذه البادرة. نحن جمعيتنا هي كيف تساعد إن شاء الله كم بأشياء صغيرة كلها، تساعد مارشال تشاد في نظرة تكوين الشباب التشادي، يكون الشباب عنده استطاعة وشباب مدرب ومؤهل للعمل. هذا وفي سياق آخر، دشنت منظمة وقف الديانة التركية بالتعاون مع منظمة أيادي الأخوة الخيرية خزانة مياه في كل من إقليم جيرا بقرى ماتايا وقرب غولي وولاية شاريبا جرمي بقرية أبديدي، وتبلغ سعة الخزان الواحد 14 متر مكعب مزود بالطاقة الشمسية. وقال ممثل منظمة وقف الديانة التركية عثمان ترك أن أعمالهم هذه تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين تشاد وتركيا، علما بأن المنظمة التركية قد قامت أيضا بذبح أكثر من 2000 رأس من البقر في أيام عيد الأضحى المبارك، استفاد منها اللاجئين والمحتاجين بمختلف أقاليم البلاد.